السلام عليكم إخواني وأخواتي الأوفياء، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ديني قرآني 100%. قبل ما غادي نبدأ لكم هذا الفيديو هذا، بغيت نشكر كاع الإخوان والأخوات على التشجيع ديالهم، على الدعم ديالهم، على المساندة ديالهم لطول الوقت. شكرا على التعليق ديالكم المحفزة الرائعة، وأكيد بغيت نشكر مجموعة الصدق والتعاون تحت رئاسة أختي ليلى الغالية، أختي سهام العزيزة، وأكيد أخي منير العزيز. وأكيد ما غاديش ننسى كل الإخوان والأخوات اللي كيتواجدوا في مجموعة الصدق والتعاون، كل واحد بالاسم ديالو بدون استثناء. واللي ما غاديش ننسى واللي كان عندها فضل كبير باش انني نحسن من القراءه ديالي وانني نتعلم القواعد ديال التجويد بروايه ورش، واللي هي الاستاذه والاخت الغاليه دنيا القواعد التجويديه اللي كيرجع لها الفضل التعلم ديالي، انها اكثر كتساعدني كتعاوني بزاف. وشكرا ليها على الوقت اللي كتعطينا باش نتعلمو وباش نحفظو مزيان. مهم هذا الفيديو هذا اللي جيت به غادي يكون فيه تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، غيكون فيه الثمن الرابع من النصف الأول من الحزب الرابع من سورة البقرة، وغادي يكون الثمن الأول من النصف الثاني من الحزب الرابع من سورة البقرة. أتوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا يا رب العالمين هذا كان هو فيديو اليوم أتمنى أن ينال إعجابكم ولا تنسونا من البصمات وترك التعليقات فضلا وليس أمرا وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.